وقيل الحمد لله رب العالمين. وخير سهال في هذه الأمسية الدينية الرائعة كلام الله عز وجل وقارئنا فضيلة الشيخ محمد إبراهيم موجه القرآن الكريم بالأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبو بكر محمد جاد، فمرحبا بزيادتكم
ضيفا كريما عزيزا على اهل المنيا، فنسي يدكم كل تقدير وامتنان على تلبية الدعوة للمرة الثانية على التوالي. وباسم جمعية شبان المسلمين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومعلمي القرآن ودارسيهم، نزف إليكم هذه المحاضرة في تلك الذكرى العطرة، ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى أسلم الكلمة إلى صاحب الريادة في هذا المضمار، أذكر قول الشاعر: يا أم معبد كرري أوصافه، فالضبع جف وشاتنا عجفاء. يا أم معبد بلغي عن حالنا، فالقلب غاو والخطى عرجاء. وصاحب الفضيلة وكلمته الحالية فضيلة الإمام محمد أبو بكر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. استعادة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأعطران الأزهران المشرقان المضيئان على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وترضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين وعمنا بالرضا والفضل معهم يا أكرم الأكرمين، يا خير من عرف الإله بفضله، يا جنة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمت الحروف وسرها لم يحصها إلا الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت يا رسول الله سماها. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وجعل خطاكم وممشاكم في ميزان حسناتكم، وشكر الله لكم حسن استقبالكم من تلك الأرض الطيبة ومن بين ذلك الشعب المضياف ومن على أرض المنيا التي أشرف دوماً بأنني قدمت إليها، بل وجلست بين أهلها، بل وشرفت بأنني سلمت على أصغر واحد فيها. أحييكم في ذكرى هي التحية الكبرى، ذكرى سيدنا صلى الله عليه وسلم، ذكرى نحيا بها ونحيا معها ونعيش بها ونعيش معها. والحقيقة لا أدري من أين أبدأ والحديث غرام، ولكن سامحوني، فالكلام اليوم يصدر من محب، وقديما قالوا: ليس على المحب من ملامي. فكلنا جئنا بحب واجتمعنا على حب، وما أكرم أن يكون صاحب الليلة هو الحبيب صلى الله عليه وسلم.
لكن يا ترى من أين أبدأ؟ منذ أن وصلتني الدعوة الكريمة من إخواني في هذه الجمعية المباركة، وتلك حقيقة والله، كنت أجول وأصول في أفكاري من أين أبدأ وكيف يمضي الحديث. والحديث كما يقولون في وسط أهل الاستماع صعب، وقبيل القدوم كنت أقول لإخواني: أنتم تذهبون إلى أناس أحبوا رسول الله، أحبوا القرآن، وصعب أن يتحدث الإنسان بينهم، فمثلي كمن جاء يبيع التمر على أهل المدينة أو زمزم على أهل مكة، فسامحوني. يا ترى من أين أبدأ؟ من رسول الله نبي، أم من حيث هو بشر، أم من حيث هو إنسان، أم من حيث هو زوج، أو من حيث هو أب، أو من حيث هو صديق، أو من حيث هو حبيب، أو من حيث هو أخ، أو من حيث هو نسيب، أو من حيث هو صهر؟ من أين أبدأ وكيف أمضي؟ فأنت تتحدث عن نبي حينما أراد الله الحديث عنه في القرآن تحدث بآية، لكن الجميع ربما لا يستوعب الآية. الله في مطلع سورة القلم مدح الحبيب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والسؤال: لماذا لم يقل ربنا للنبي: وإنك ذو خلق عظيم، صاحب خلق عظيم، أو أنك تتمتع بخلق عظيم؟ وكله مدح، لكن الحقيقة إذا تمعنت في الآية وجدت أن الله قد أرسل 25,000 نبي ورسول، ما تصلوا عليه، 25,000 نبي ورسول. عندنا في القرآن 25 بس، وربنا قال لحضرة النبي في القرآن: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولسه فضلت الشيخ أرنا كده الأنبياء وعشنا معاهم، وكانوا زمان يحفظونا وإحنا صغيرين في الأزهر: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني في تلك حجتنا في سورة الأنعام 18، ويبقى 7 عشان نحفظ 25. صليتوا على الحبيب؟ طيب، كل نبي من 25,000 نبي ورسول امتاز بصفة أو بخلق، كل نبي امتاز بصفة أو بخلق. فتلاقي مثلا إذا ذكر الصبر ذكر نبي الله أيوب، وإذا ذكر طول البال ذكر نبي الله نوح. واحد يقول لي: نوح ازاي يا مولانا؟ ده دعا على قومه. اقول له: بس انت يعني اصبر مع ابنك، واحد في المليون من اللي صبروا سيدنا نوح ابنك يبقى رئيس وزراء مصر. ده حقيقي؟ متخيل حضرتك 950 سنة قبل الطوفان بيدعو ربنا في قومه ما أمنش 100 واحد، ما أمنش كام؟ 100 واحد. معلش سامحوني أنا كنت أدبي، فأنتوا قولوا لي بقى كل سنة كان بيؤمن كام واحد بقى؟ متخيلين؟ أنتوا متخيلين يعني 950 سنة في أكثر الآراء
85 واحد اللي ركبوا معاه السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خذ الصدق. طيب، وإذا ذكر الحلم، ذكر نبي الله عيسى عليه السلام، فنبي الله عيسى كان حليما جميلا، ويريتنا وإحنا بنتكلم على نبي الله عيسى نتعلم من سيدنا عيسى حاجة واحدة، حاجة واحدة لو ما خرجتش بيها من النهاردة، يعني لو ما خرجتش من المحاضرة كلها إلا بيها كفاية عليك. وأقول لك والله وأنا صادق في اليمين ومسؤول عنه، لو عملتها منهج حياة هتروح لربنا تخش الجنة. أنا بوعدك لو أنت خدت اللي هقوله لك ده، حضرتك وحضرتك، ومشيتوا عليه وعملتوا منهج حياة، يوم القيامة هتخش الجنة، اضمن الجنة. يا سلام. أيوة، خدوا بالكم لما تيجي تبص كده بعد ما نخلص الاحتفال إن شاء الله ونحل الاحتفال، كل واحد مننا لازم يطلع عنده تكة كده نقص. فواحد يقول لك بس معلش يعني سامحوني، هو يبدو أن مرات الشيخ مش جميلة حبتين لأنها جايبانه البيت، فيعني كانت جابت له أبيض. واحد يقول لا لا لا، ده ذوقها حلو بس هي في النظارة مش موفقة شويتين. واحد يقول له آه بس الزراير دي حقيقة، على فكرة أنا ما بهزرش والله، بكلمكم بصدق. لما باجي أتفرج كده على تعليقات المتابعين على الصفحة أو على صفحة إني قريب أو على صفحة النهار، بستغرب قوي، وحتى أسأل اللي حواليا هي الناس مركزة معايا ولا مركزة مع الهدوم ولا مركزة مع المذيعة ولا مركزة مع إيه بالظبط. بتصلوا على الحبيب اللي يقول لي مبروك النظارة الجديدة. حبيبي أنا عندي 19 نظارات يعني والله، ورصصهم من بارح لمراتي وأقول لها اختاري، ما أنا راجل أوف في البيت بس أنا بسمع الكلام يعني. صليتوا على الحبيب. ومن خاف سلم، مش كده ولا ايه؟ طيب، وانهي كاكولا اللي البسها؟ ولو مش عجباني الكاكولا اقول لها جميله جدا على فكره، دي كانت جميله، امال ايه؟ يعني الله يرضيكم، انا ساكن في السابع، فلما موت يقول الله يرحمه كان طويل اللسان، ليه؟ طيب، فسيدنا عيسى بقى عليه السلام ما كانش يشوف حاجه وحشه ابدا خالص، كان لا ينظر إلا بعين الجمال. فقد مر يوما على كلب ميت نتن الرائحة، وهو والحواريون معاه الحواريون، فقال أصحاب عيسى ما أنتن رائحته، فقال عيسى عليه السلام ما أجمل بياض أسنانه. شوفوا الجمال، سيدنا عيسى ما بصش على الريحة إنما بص على إيه؟ على السنان البيضة الجميلة. فلو كل واحد فينا نظر بعين عيسى لنجا بين يدي الله. وبالمناسبة لما يجي حد يسألك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد طعاما قط، عمر النبي معاه بحاجة أبدا خالص أبدا، ليه؟ قالوا لأن النبي كان بيبص من فوق، كان ينظر من أعلى، ودائما الذي ينظر من أعلى ينظر بنور الله فلا يرى إلا الجمال. خلاص؟ طيب، ده سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا موسى كان قوي. طيب، وعد بقى علشان ما صدعكش وتعبك معايا وببقاش ممل. كل ده، كل الصفات الخمسة وعشرين ألف نبي ورسول، ربنا قال للنبي بقى خدها كلها انت، خدها كلها انت.
ففيك القوة وفيك الحلم وفيك الصبر ها وفيك طول البال وفيك 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 وفيك, وفيك لدرجة ان منظومة الاخلاق لما حطوا النبي عليها ضاقت المنظومة برسول الله. تخيل، فالاخلاق ما استحملتش النبي لان النبي فاق الاخلاق، فعشان كده ربنا قال له وانك لعلى، ما ينفعش تخش جوه الاخلاق، انت تنتسب اليك الاخلاق وتتشرف اذا نسبت الى رسول الله، فانت فوق الاخلاق. متخيل انت فوق الاخلاق؟ طبعا. ازاي؟ ازاي دي تقدر تشوفها؟ لو حللت شخصية النبي ووقفت مع النبي في كل مرحلة من اللي بدأت بيهم. دايما أسأل نفسي سؤال وسامحوني يعني جاوبوني عليه. أنا شايف ما شاء الله يعني رغم أن الكل يعني ما بين الرجال والنساء أكبر واحد عنده 16 والصغيرة يعني ما عدتش الـ 12، صحيح؟ ما فيش واحدة فيكم عدت 15 سنة يعني، صح كده؟ لكن أظن أن فيكم يعني من الـ 15 سنة لهم أحفاد، مش كده؟ صليتوا على الحبيب؟ بالله عليك لو أنك اختلفتي مع جوز بنتك أو حضرتك اختلفتي مع جوز بنتك وجيت هتسيب البلد كلها، هتسيب المنيا كلها ورحت قلت لابنك أو لبنتك تعالي معايا علشان أنا خلاص عديت جوزك ولازم تمشي معايا، وقالت لك معلش يا بابا أو معلش يا ماما أنا قاعدة مع جوزي، بالله عليكم حد فيكم هيخش لها بيت تاني؟ اللي هيقول آه هزعل منه، أصل أنا صعيدي زي حالكم ومعلوم كده عندنا الصعيد يعني يبقى شيخ ويبقى دكتور ويبقى أستاذ، لكن ساعة ما بتكفل خلاص حد هيخش بيت تاني؟ مستحيل إلا ما رحم ربي، صح؟ طب إيه رأيكم أبو العاص بن الربيع؟ سمعتوا الاسم ده قبل كده ولا ما سمعتوش؟ أبو العاص بن الربيع ده جوز بنت النبي اللي هي السيدة زينب، تزوجها وهو مشرك قبل أن ينزل القرآن بتحريم الزواج من المشركات ومن المشركين. طيب أبو العاص ما أسلمش وزينب أسلمت، أبو العاص هيهاجر، سيدنا النبي هيهاجر من مكة للمدينة، فراح النبي لستنا السيدة زينب، يا زينب إني مهاجر فالحقي بي تعالي معايا. قالت له لا معلش أنا بحب أبو العاص وقاعدة معاه. أنتوا متخيلين؟ نبي نبي سيدنا النبي يحتضن ستنا زينب كده بأمان ويمشي ويقول لها مكانه في المدينة ولو عزت حاجة تعليمي. تدور الأيام وتقع غزوة بدر، مين قصاد مين؟ أبو العاص بن الربيع قصاد حضرة النبي. السيدة زينب تدعي لمين يا رب؟ تدعي لمين يغلب مين؟ فكانت بتقول اللهم احفظ لي زوجي ولا تفجعني في أبي. شوف الجمال، يا رب احفظ لي زوجي في نفس الوقت ما تفجعنيش في مين؟ فابويا. تنتهي الغزوة ويقع أبو العاص بن الربيع أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يفتح الفداء، اللي عايز يدفع فلوس وياخد الأسير بتاعه أو يعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة.
حاضر. فتخيلوا النبي يلاقي أخو أبو العاص جاي ومعاه حاجة غالية أوش. لما رآها النبي بكى، أول ما شافها كده قال: من الذي أتى بها؟ تلك قلادة خديجة. دي السلسلة بتاعت خديجة اللي أنا بإيدي اديتها هدية لزينب يوم جوازها علشان ما تفرطش فيها. لكن ستنا زينب ما لقيتش حاجة أغلى في بيتها من قلادة خديجة. فالنبي يبص لها كده ويبكي صلى الله عليه وسلم، ويسيب الأمر للصحابة فيطلقون أبا العاص بن الربيع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي يقول له: يا أبو العاص، إن القرآن نزل فرق بينك وبين بنتي، فبعت لي بنتي. خدوا بالكم علشان تعرفوا، لازم نفهم الرجولة ملهاش علاقة بدين، لها علاقة بإنسانية. الوفاء بالكلمة والعهد ملهاش علاقة بدين، لها علاقة بإيه؟ بإنسانية. خد بالك من المعاني دي أوش. حاضر. يمشي أبو العاص بن الربيع يرجع لمكة: يا زينب الحقي بأبيك، يلا روحي. خلاص خلص الكلام، ويجهزها ويأمنها لحد ما تروح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة يا مسلم؟ 9 سنين. يتعرض عليه الجميلات كلها من قريش نكاية في النبي، فيقول: دعوني فإني أحب زينب. وهي خلاص، ما الإسلام فرق فما بقتش متجوز، يتقدم لها كبار الصحابة فترفض، والنبي ما يغصبش لأنه يعلم أن أبا العاص يسكن قلبها. تخيل بس المعاني دي معايا. طيب، أبو العاص ده كان مخلف بنته صغيرة كده اسمها أمامة. اسمها إيه؟ أمامة. أمامة دي بقت صغننة كده، حاجة حلوة كده، السن اللي كلنا بنحبه ده. فتخيل، وعشان تشوف النبي بقى وهو جد صلى الله عليه وسلم، النبي ياخد 60 أمامة علشان يخش يصلي إمام بالمسلمين. ولك تتخيل بقى، كان صلى الله عليه وسلم إذا وقف احتضنها. لما يقف يقرب المسلمين ياخد أمامة فين؟ في حضنه. ها؟ وإذا ركع وضعها، وأول ما يركع يحطها فين؟ على الأرض. وإذا رفع رفعها، وأول ما يجي يرفع يوم إيه؟ شايلها. وإذا سجد وضعها، ولما يسجد إيه؟ يحطها. وإذا رفع من السجود حملها. أنت متخيل؟ الحمد لله ان النبي مش معانا، كنا قلنا له 3 حركات تبطل الصلاه يا رسول الله، مش كده ولا ايه؟ لكن شوف حنيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الجمال بتاع سيدنا النبي. متخيل تمر الايام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي في مره قاعد بيصلي الفجر بالمسلمين، ويسمع سيدة زينب من غرفته بتقول: إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فالنبي مش عارف حاجة، إيه اللي حصل؟ أبو العاص كان في مهمة استطلاعية ضد المسلمين، والمسلمين عرفوا إن هم يوصلوا، فهو عرف يفلت، فما لقاش أمن ولا أمان إلا إنه يخش فين؟ عند ستنا السيدة زينب. فالنبي يقول للصحابة: أنا ما أعرفش حاجة. فيقولوا له: أجرنا من أجارت زينب يا رسول الله. فيقول له: أجرنا من أجرت يا زينب. فيخش النبي صلى الله عليه وسلم على ستنا زينب وأبو العاص عندها.
ما يعملش زي حالتنا. ايه اللي جاب؟ ما انت كنت عامل فوت وفروت ومش حدش يعرف يجيبك يعني. يعني جاي تتحمى في ست يعني؟ يعني جاي تتحمى في واحد؟ لا. انما شوف، مرحبا يا ابا العاص، اكرمي ابا اولادك ولا يقربنك فان الاسلام فرق بينك وبينه. شوف الجمال، اكرميه، ما تنسيش ان هو ايه؟ ابو عيالك. تخيل، شوف الجمال، نفس منهجنا بالظبط. النهارده الحمد لله لما بنختلف الحمد لله، لا في عيال بتشوفها في مركز الشباب، ولا في خناقات، ولا لا يا شيخ ما تتبلاش، ما تبقاش يعني، لا 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 لا. وبعدين يقولوا لك احنا بنحب الناس، امر عجيب. انا في اخر رحله حج وانا مسافر، واحد وقفني والطياره هتفوتني وانا اصلا جاي متاخر، وبعدين بالله عليك حاضر، فقال لي شايف الراجل اللي طالع يحج معاك ده؟ قلت له اه. قال لي نسيبي، والله الراجل شغال في المطار، نسيبي. قلت له ايوه. فقال لي والله 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 بقالي 3 سنين بصرف على عيالي ومش عارف اشوفهم منه، منعهم هو وبنته. انت متخيل؟ وصاحبنا، طبعا انا عايز افتح الموضوع، بس افتحه ازاي؟ افتحه ازاي؟ قدر ربنا قالوا في زيارة للروضة، فانا كنت زرت الروضة، فقلت لهم انا هاجي معاكم. انت مالكش تصريح؟ قلت لهم والله ايه، انتوا مالكوش دعوة، انا همشي معاكم. ويا عم الحاج ان جيت على بابه وردني هو حر، اذن ليا لا انت ولا غيرك، خلاص خلاص. والله انا بتكلم كده مع المشرف اللي معايا، قلت له بص واد الطاقيه ايه عشان ما تقولش بتمسح في الطاقيه، انا بجلابيه زي زيك، خلاص خلاص. فروحنا الروضه، ربنا يوعدكم، بقى المسافه صعبه قوي عشان تخش الروضه. فمشينا مشينا 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 وهم ماشيين فوق وانا على جنب شويه يعني علشان ماليش تصريح، يعني عشان انت مخالف، خلاص ماشي. فاول ما وصلنا الراجل السعودي بيوقفنا، مع عدي يا شيخ، وهم اتحجزوا ال 10 دقايق. خلاص دخلت وبدات اتقل رجلي علشان ايه؟ الحق بالناس دي، انا عايز الفريق ده معايا. وطبعا انا داخل اخرنا 10 دقايق في الروضه، نعرفنا يعني. فيا سلام، كان يوم جمعه والله، وداخلين بعد العصر بنص ساعه. قلت معقوله ربنا يكرمنا ونصلي المغرب في الروضه ونحضر اخر ساعه من الجمعه دي في الروضه؟ صعب، صعب قوي يعني. بس وما ذلك على الله بعزيز، لكن يا رسول الله انا ضيفك وضيفني على كيفك. فدخلنا والله زي ما بقول لكم، ودخل الفوج معايا، ولقينا احد الامراء دخل فاتقفلت الروضه، لا حد يدخل ولا حد يخرج، ودخلنا الفطار لحد جوه وهنصلي المغرب جوه. فالتاني ربنا رزقني باللي قاعد جنبي وعمال يعيط وقول له حبيبي يا رسول الله، ده انا جيت لك ومشتاق. فانا بيني وبينكم مش عارف اسكت، قلت له حبيبي يا رسول الله، ما علمت عنك انك قاطع رحم يوما، وما علمت أنك تحجب يوما أبا عن أولاده، بل إنه أسر أنه من فرق بين أب وأولاده فرق الله بينه وبين إرثه من الجنة يوم القيامة. فأنبصص أن أنت بتلقح علي يا شيخ ولا إيه؟ قلت له والله الكلام لك يا فاسمعي يا جارة. لكن العجيب إحنا ما تعلمناش شيء خالص. اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تعلمناه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه وبعدين يرجع ابو العاص معزز مكرم عشان بعد كده يعود مسلما ويرجع لمراته اللي رفضت اي حد غيره، والنبي صلى الله
عليه وسلم يفرح بذلك. متخيل؟ انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر؟ طيب لما اجي اتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسامحوني في نقطه كده قلتها لكم وعديتها، قلت لكم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الوفاء بالعهد ملوش دعوه بالدين، ليه دعوه بالايه؟ الانسانيه. علشان كده عبد الله بن اريقط صاحب سر الهجره الاكبر ما كانش مسلم، ما كانش ايه؟ مسلم، انما كان مؤتمن، كان عنده دين. والدين هنا المقصود بيه ان هو يعرف يعني ايه كلمه، يعني ايه عهد، يعني ايه ميثاق، يعني ايه رجوله. بحزن قوي وانا معدي كده رايح وجاي، ويمكن الكلام ده كان السنة اللي فاتت وأول السنة دي، فكنت ألاقي يافطات كبيرة كده على كوبري أكتوبر وكوبري مايو والمحور لا للتحرش. أه والله، يافطة كبيرة أوي، إعلان كبير أوي، مرة بقى مش عارف جمعية إيه اللي عاملاها، ومرة ساقية إيه. ففي مرة من المرات قاعد بقرأ عن الجاهلية قبل الإسلام، وهم في الأفلام بعد ما تصلوا على الحبيب صدرونا إن المشركين معفنين، ريحتهم وحشة، أشكالهم وحشة، ناس ما وراهمش إلا الخمرة والنسوان، مش كده ولا إيه؟ مع إن أبدا المشركين أو العرب قبل الإسلام كانوا من أجمل الناس، وما سمي أبو لهب بهذا الاسم أو بهذه الكنية إلا من شدة الجمال، لدرجة أنه هو كان وشه في حمرة تشبه اللهب. فلقيت عنترة بيتكلم على جارته فبيقول إيه؟ وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تأوي جارتي مأواها. بيقول لما الجارة بتاعتي تطلع أنا بفضل عامل إيه؟ غاضد عيني لحد ما جارتي دي تختفي خالص ومحدش يشوفها. فقلت في نفسي يا ريتنا والله نصل لأخلاق الكفار. متخيلين؟ مش مسلمين لكن عندهم خلق. عندهم ايه؟ خلق. امال ايه؟ ده مش كده وبس خالص. في الوقت ان حضراتكم النهارده الحمد لله يعني في حفلات التخرج اصبح عندنا البنات بترقص على واحده ونص، ومش عارف بيروحوا عرايا، واحنا كان زمان يعني كنا نحترم الجامعة جدا لدرجة ان ما كانش ينفع نتلفظ لفظ يقول لك انت في الحرم الجامعي، اكنه حرم بجد. فتخيل خلقنا ده. وطبعا النهاردة عادي ما شاء الله يعني احنا ناس محافظة، فيقول لك يعني ندعوكم لليلة مش عارف احتفال مين ودخلة مين وزفاف مين، الأستاذ فلان الفلاني على الفلاني على الآنسة آر، على الآنسة إيه؟ آر، أصل الاسم عورة يا حاج، خلي بالك. وبعدين تيجي في الزفاف تلاقي مصر كلها ما شافتش الاسم، دي شافت كل حاجة. بصلوا على الحبيب، دي حقيقة، بس الاسم لأ. أي والله. بس خليك يعني خليك رويح، ما تبقاش متشدد ومتطرف يعني. العرب اللي احنا يعني بنتهكم عليهم، كان الواحد فيهم لما يحب واحدة اسمها ليلى يقول عليها سلوى. ليه؟ لأن كان عندهم قانون إذا ذكر اسم من يحب حرمت عليه.